بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن موضوع ظريف قوي وهتحتاجه في شغلك جامد قوي. ازاي وانا قاعد على السيرفر بتاعي اعمل ريستارت لاي جهاز موجود عندي في النتورك بتاعي، او ان انا اعمل شات داون لاي جهاز موجود في النتورك عندي. اي جهاز اعمل له شات داون او اي جهاز اعمل له ريستارت في النتورك بتاعتي. في 2003 كنت حضرتك تقدر ان انت تخش تعمل ريستارت لاي جهاز عن طريق ان حضرتك تخش هنا كده على الاكتف دايركتوري بتاعك، اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، تقف على اي يوزر من اليوزرز اللي موجودين وتقول له مانج، وده اكيد فيهم واحد مفتوح فيه، تقف عليه كده. هنا كنت هتلاقي هنا حاجه اسمها بروبرتس. لما تخش على بروبرتس ادفانسد تبص تلاقي تحت حاجه اسمها شات داون، وتعمل شات داون للجهاز. ده الكلام ده في 2003، اتلغت من 2008، مش موجوده. بقى اللي موجود ان حضرتك تعمل شات داون لاي جهاز عن طريق السي ام دي، عن طريق السي ام دي. لا 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 لا، مش تلنت ولا حاجه. هتبدا ان انت تفتح كده السي ام دي، لا لا مش شرط على اي جهاز، بس تكون ادمنستريتور على اي جهاز، بس شرطا تكون ادمنستريتور، يعني داخل بالادمنستريتور. ماشي، بس التلنت، يعني انت مثلا بتتكلم في ايه؟ التلنت مش متسطبه، مش معمول لها انستول، فدي اسهل. هتكتب كلمه، هتكتب شات داون، ده الامر بتاعنا. لو انت عايز تعمل لوج اوف قول له ماينس اي، ماينس ال، معلش ماينس ال، كده انت بتعمل ايه؟ لوج اوف. بص، استطبقت على الماشين بتاعتي، خلي بالك. ايه؟ بتتشال. ايه؟ اسمع بس. ها، يبقى انت الامر بتاعنا شات داون. لو قلت له ماينس ال بتعمل ايه؟ لوج اوف. لو قلت له ماينس ار بتعمل ريستارت. لو قلت له ماينس اس بتعمل شات داون. طيب في كلتا الحالات لو انا كتبت شات داون ماينس اس ماينس اي ماينس ال، هيعمل للجهاز بتاعي ده، لللوكال ماشين بتاعتي. طب انا عايز لماشين تانية، خلاص قول له مثلا ماينس ار ماينس ام. ام يعني اختصار ماشين، تقول له اتش ار داش محمد. بالنيم او بالاي بي. طيب بعد النيم سبيس النيم بتاع الجهاز. حلو كده. بعد كده عايز مثلا الراجل يسيف شغله، عايز الراجل ما يتقفلش الجهاز بتاعه على طول فيسيف شغله، فالكلام ده ممكن تقول له ماينس تي وتدي له التايم اللي انت عايزه بعد مثلا ايه 60 ثانيه وتقول له انتر. بص بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي على الجهاز ده. فاهم؟ مفيش بقى شات داون ماينس ايه بقى، انت تعمل ايه؟ انت لازم تعمل لوج اوف الاول. ما انت لازم تعمل لوج اوف، ما دي مش هتخليك تعمل لوج اوف، مش هتخليك تعمل لوج اوف. تعال على الجهاز ده. مفيش حاجه، بيقول لك ان هو بليز سيف اول مش عارف ورك بروجرامز اند لوج اوف. انت ممكن تعمل لوج اوف. بص لو انا قلت له دلوقتي مثلا ايه، طبعا بالنيم او بالاي بي، مش شرط بالنيم، يعني ممكن مثلا بالاي بي على الجهاز الثاني، واخد 192.168.1.2. هو ده اللي واخد 1.2 ولا ده اللي واخد 1.1؟ ده واخد 1.1.
فاتنين التاني عشان كده هو بيقول لي ان هو اصلا كده او كده انا عاملين له شوت داون. ده واخد واحد واحد. وطبعا لو الفاير وول شغال ممكن يقرفني. هو الفاير وول شغال هنا. فاير وول شغال. طول ما الفاير وول ده ما شغال عكننا، عشان كده قلت لكم في الجروب بوليسي لازم اول حاجه تعملها تعمل له شت داون. شوف الفيديو. في الفيديو الثاني. بص اهو تعالى كده قول له شت داون، قول له ده طبعا اللي مش مقفول. هتبص تلاقي الرساله طالعه له. ممكن بقى اليوزر بقى يبقى فاهم، فلو جه هنا كده كتب له شت داون ماينس ايه مش هتنفع. ليه بقى؟ لانه لازم يكون ادمنستريتور، لازم اليوزر يكون ايه ادمنستريتور علشان ماينس اي دي تشتغل معايا. كل اللي ممكن اليوزر يعمله يعمل لوج اوف. بص وبرده هتفضل دي شغاله معاه، هو هيعمل ريستارت انا هيعمل ريستارت. انما لو انا بقى داخل ادمنستريتور قلت له ماينس ايه خلاص بقى هتتشال. طب افرض ان انا عايز اقفل عدد من المكن، يعني 50 مكنه 60 مكنه، كل المكنه اللي عندي قول له شت داون بتديله المكن بالنيم شت داون ماينس اي. هيفتح لك ايه؟ انت عايز بقى تعمل ايه بقى؟ شت داون ولا تعمل ريستارت؟ وهتعد لك قد ايه؟ ولو عايز تكتب له مسج وممكن تبراوز هنا كده براوز، فتقول له انا عايز اشوف المكن فايند، فيجيب لك كل المكن اللي في سي سي جي، فتقول له دي ودي وتقول له اوكي. اشتغل ورك جروب اه بس تكون داخل ادمنستريتور. لا ما ينفعش تقول له هنا، هنا بتعمل شت داون او ريستارت، ما فيش حاجه اسمها ستاند باي او ستارت اب. فهمت ولا صعبه؟ سهله ولا صعبه؟ لكم سؤال فيها؟